الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك. الله أكبر الله أكبر. التي للمحبة فلتتأصل فينا. ايه اللي انا شايفه ده؟ شايفه ايه؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ بذمه يعني انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، نورتنا وشرفتنا. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. انا سعيد سعاده غير طبيعيه، غير موصوفه، لا تعبر عنها اي كلمات بدون اي مجامله ولا مبالغه. بس للامانه عايز اقول حاجه على مستوى الضمير، اصل انا والجمهور في علاقه حميميه جامده جدا يعني. الشيخ احمد حسن لانه جاي من يعني من المنصورة ما بعد المنصورة وجي لاهس، فدخل في الأول غلط، فأنا
يعني معلش كل ده وغلط. فانا الصح بتاعه ايه؟ لان يعني هو الناس اتخضت فاحنا لمينا الموضوع. بس انا 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 ما لاحظتش للامانه انا كل اللي لاحظته حاجه يعني مش ممكن. الله الكل يخلي. حاجه مش ممكن. الله يخليك. اتفضل اتفضل. انا هستاذن، انا عارف انك عامل الاحترازات يا دكتور، بس عشان يبقى كلامنا الصوت يبقى باين بقى مش كده. دكتور انتصار عبد الفتاح غني عن التعريف. الله يخليك. ده حقيقي يعني. ربنا يخليك. والفرقه او المجموعه او المشروع برضو اغنية عن التعريف. الحمد لله. احنا السنه دي 2022 يبقى لنا تقريبا 15 سنه او هنتم ال 15 من 2007. مزبوط. صح مظبوط. انا يمكن من اكتر الملاحظات اللي لاحظها، لو احنا حطينا زي موحد للكل، وبعدين عشان ما يبانش مين فينا مسيحي مين فينا مسلم، فاللي اتقال دلوقتي اللي اتغنى ولا واحد على ظهر البسيطة هيعرف يقول لي اللي بيغنوا دول مسلمين ولا مسيحيين. وبعدين لو نزلنا بيهم أي مولد من موالد الأولياء المسلمين هيقول لك بس ده ناس كلها يعني دول مسلمين. وبعدين لو جينا قلنا ترنيمة إبطي يبقى كله مسيحي، مش كده؟ صحيح. على فكرة أنت في مصر يعني والله العظيم. أنا بشكرك جدا على الملحوظة دي، ولسه أنا الحقيقة بفكر أنا ومدام سيام شريكتي ومديرة الفرقة ان احنا هنعمل فعلا زي جديد موحد يغلب عليه اللون الابيض، لون السلام، لان احنا الحقيقه بندعو لمفهوم السلام ومصرين عليه، لان هي دي رسالتنا الحقيقه، وهي رساله تنويريه بالدرجه الاولى طبعا. بغض النظر عن اي شيء، احنا الحقيقه يعني جوهر الأديان المحبة التسامح السلام، بغض النظر بقى عن العرق أو الدين أو اللون، ده ما يهمنيش. أنا اللي يهمني أنت بتتعامل إزاي، أنت بتعمل إيه لمجتمعك، أنت مين بالظبط. فده اللي احنا الحقيقة بنعمله، ونجحنا على مستوى الحياة المحلي، والأهم يعني حوار الآخر، عملنا في أكبر كنائس العالم في دول اوروبا، غالبا أيوة دول المانيا والنمسا وفرنسا والفاتيكان. وعاوز اقول لسيادتك يا استاذ يوسف حاجه اثرت فينا جدا في المانيا بالتحديد، اعتقد كانت في برلين. غير ان انا ماليش في الالقاب. ما ينفعش دكتور انتصار يقول لي يا استاذ. لا يعني عفوا اخد بعضي واروح. يبقى لا. طيب يا يوسف. يا يوسف يا جميل. يا رب يخليك. يعني في المانيا في برلين اكبر كنيسه، يعني كان في حد من صلاة الكنيسة متأفف ان ازاي احنا مصريين وهنيجي نعمل رسالة السلام وبتاع، وكان زحمة جدا، وانا قاعد في الكنيسة خلي بالك، وهو قاعد طبعا في الصف الاول، وانا شايفه بظهري حاسه وقاعد رجل على رجله وبتاع. فالمهم بدأنا بعد 5 دقايق نازل رجله، بعد 10 ربع ساعة مهم في الاخر خالص انفعل وطلب يقول كلمة، وقال كلمة بالالماني بما معناه اللي احنا عرفناه، انه ما كانش متوقع هذه الرساله، وانه هينزل مصر، ان كان ساعتها في ازمه سياحه، وانه هينزل مصر يدعو للسياحه. شوف هنا اما السيد عمرو موسى يقول لك 45 سنه او 50 سنه بنعمل مباحثات ودولات و انتوا جيتوا في 45 دقيقه لميتوا العالم في يعني في محبة وتسامح وسلام. صح. وده المهم الحقيقة. صح. يعني أنا مش عارف، كلنا عارفين الحدوتة دي، أقول لكم على حدوتة بسرعة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، فجاله وفد من مسيحيين نجران علشان يطمنوا، فقابلهم مقابلة كويسة جدا ورائعة، وده بجد مش هزار يعني، وهتلاقوا بالمناسبة القصة دي بتدرس في الأزهر يعني، ما تقلقوش مش أنا اللي مخترعها ولا حد هيقول لي اسكت. فبعد ما خلاص يعني اللي هو قال لهم ما فيش اي حاجه، في النهايه احنا ربنا قال لنا الكل بيعبد ربنا، فالكل عند ربنا سواء، وانا ماليش دخل بانتوا بتعبدوا ربنا ازاي، عباداتكم ايه، انتوا احرار. طيب، وطبعا معروف ان المدينه كان فيها يهود، ده كان فيها 3 قبائل كبار يعني. فجم وفد مسيحيين نجران قالوا احنا عاوزين نصلي لربنا شكر، هنصلي فين؟ سيدنا محمد خدهم ودخلهم المسجد اللي هو بيصلي فيه. قال لهم صلوا هنا. فدخلوا صلوا
جوه أول مسجد وضع للمسلمين في الأرض طبعا بعد الكعبة المشرفة. فأنتوا متخيلين اللي أنتوا بتعملوه دلوقتي وكأنه امتداد للحدوتة بتاعة وفد نجران اللي قابل سيدنا محمد وصلوا لربنا جوه الجامع بتاع المسلمين. مسألة بسيطة خالص يعني، مش عارف مين ولاد الذين اللي بيعقدوا لنا الدنيا دول. ما حدش يقدر يعقد، لأن هو تأكيد على كلامك الشعار بتاعنا هنا نصلي معا وفي كل مكان. يعني احنا لما بنروح اكبر كنائس العالم وبالمناسبه بيبعانا فرق او فرقه من نفس البلد اللي هناك بيعملوا بيرمموا او بيبقوا معانا. وشعار هنا نصلي معا، جمال الاستاذ جمال الغطاني الله يرحمه حضر معانا في كنيسه سان جيرمان في باريس، وشاعر جميل سيد حجاب تأثروا جدا جدا بالمسألة، وحتى كتب مقالة حقيقة أنا سعيد بيها جدا أستاذ جمال عبور انتصار في باريس، لأن أهم الشخصيات جت صلوا، وده شيء الحقيقة أنا بعتبره حاجة مهمة. ملتقى، هو ملتقى للأديان. صحيح. احنا المفروض هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع نسمع تاني، بس خلونا نعمل الفاصل بأنه كل واحد فينا هيصلي على كل الأنبياء، يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مش عارف أنا برضو ليه دايما نقعد نقول عليه السلام بس، يعني مفيش حاجة اسمها كده بالمناسبة، ربنا قال لنا كلهم عليهم صلاة وسلام من ربنا سبحانه وتعالى، فالكل منورنا. أنا مش من أنصار التوصيف المذهبي والطائفي والديني، احنا مصريين لطاف جايين نسمع أغنية ونوري الناس أنه ابتسم فعلا أنت في مصر. هستأذنكم اتفضل. أنا هل ممكن قبل فصل بس أقول بس حاجة خاصة؟ لا تقول حاجات. يعني أنا طبعا البابا شنود رحمه الله شخصية وطنية جامدة جدا الحقيقة. لما كونت الفرقة كانت سماع، وكان الغرض رسالة السلام، وكتبت لقداسة البابا قلت له إن هنعمل كذا وعاوزين مجموعة من الشمامسة ينضموا للتأكيد على الشخصية المصرية لأنها شخصية واحدة. عايز أقول لك انفعل وكتب على البركة حبيبي. أنا بعتبرها طبعا وثيقة، وبقى والحقيقة بعتوا أهم المرنمين واللي بيقودهم أنطون ابن المعلم إبراهيم عياد. أيوة طبعا اللي احنا هنستمتع بيه يعني خلال أيام قليلة مع أنطون. فالحقيقة الفرقة دي بتضم أصوات من الأقاليم على مستوى الإنشاد، يعني التراث الإسلامي والترانيم وايضا التراتيل والالحان القبطيه. هنطلع الفصل بس مين من الصعيد يرفع ايده؟ كتير. لا مين من الصعيد؟ صعيد ارفعوا ايديكوا. عاش الصعيد، عاش عاش عاش. فاصل ونكمل الكلام. صلوا عليهم وسلموا تسليما.
سبحوا الرب يا
ولتباركه جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى رحمة
ايه ده؟ على اذنك بقى اخش هناك وانت اصحى شويه. هتريحوا صوتكم شويه يعني. اه. خمسه كده. بس بالمناسبه هو دي مصر اللي انا اتولدت فيها من 47 سنه يعني. شفت بقى؟ اه والله العظيم. اه. يعني دي بتاعت هي دي مصر عفى الله وعما سلف من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. في النهاية هو نفس المفهوم. صحيح. يعني مفيش فيه أي اختلافات. صحيح. طب أنا عندي سؤال، هل سر النجاح بتاع ال مش عارف التوصيف إيه، هم الجماعة الأجانب بيسموها كواير الكرة، لا هي 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 الحقيقة ده منتج ثقافي مصري. أيوة. بنصدره للخارج صناعة مصرية. حلو. وأنا الحقيقة سعيد بده، لأن مصر بثرائها وعمقها الثقافي والحضاري تستطيع أن تصدر الثقافة والفنون. صح. فإحنا بنصدر هذا المشروع والحمد لله على مستوى العالم. إحنا عندنا يعني عاوز أقول لسيادتك من خلال مهرجان سماع تقريبا على مدار ال 14 سنة بقى عشان مهرجان سماع 120 دولة مشتركين معانا في رسالة السلام. حلو قوي. انا قاعد عمال بفكر في انه سر نجاح رساله سلام ايه، الموهبه ولا المثابره persistence؟ كله. بمعنى هو يعني انا بالنسبه لي نزلت اعمل منشد الغوري لما توليت مركز ابداع قبه الغوري وحطيت الفلسفه بتاعته من ضمن هذه الفلسفه احياء فن السماع والتراث بشكل عام بقى، تراث اسلامي وتراث خطي وكده. نزلت الاقاليم الاول، عملت منشد دوري جولي اصوات، لم اكتفي نزلت الاقاليم لقيت هناك عبد الوهاب العقاد ام كلثوم طه حسين موجودين بيعملوا لي كده. مصر مليئه بالكنوز. والحقيقه استاذ جمال الشاعر يعني كان الله يرحمه المقاله بتاعتي كان بيوصفني بالكشافه، ان انا بلتقط هذه المواهب من الاقاليم والقرى. وفعلا جبت اصوات هائله جدا انضموا لنا بس الموهبه هنا مش كفايه، لابد ان يكون الموهبه الصوت وكمان القلب، يعني صفاء القلب والانتماء، وده مهم قوي. ممكن تكون صوتك كويس قوي بس انت بتتعامل معاه بالنجوميه. انا الحقيقه ارفض النجوميه، ولا يعني احنا هنا رسالة السلام مفيش نجم، ولكن كل الحالة هي نجم، هي حالة. احنا النجم هو الحالة اللي احنا بنعملها طبعا. كمان السوبرانو اللي ورا دي نجمة. طبعا. ايوه ضحكت عارفة نفسها والله. هم الحقيقة كلهم ما شاء الله عشان ما يبقاش حسيا كلهم. فطبعا كل اللي سيادتك قلت عليه بالاضافة ان احنا بعمل تركيبة معينة، بمعنى ان شخصيه مصر بشكل عام التراثيه والثقافيه ليست احاديه الجانب ولكنها شخصيه ثريه جدا. فانا لما اقول تراث اسلامي واقول تراث قبطي وترانيم كنائسيه وايضا ترانيم بيزنطيه تشارك معانا وكل ثقافات العالم باديانهم بجوهر الاديان، وده عملناه في مهرجان سماع ورشه تضم اكثر أكثر من يعني على مدار 100 وحاجة دولة وندعو للسلام. هذه التركيبة في حد ذاتها، أنا مثلا برتجل مع الجمهور، يعني أنا ما أعرفش ممكن أتفهم مع حاجة وفجأة ألاقي نفسي دخلت تفريدة مع كارولين دوما الفرنسوية اللي بتعمل شغل من فرنسا مع باكستاني، ده برتجله الحقيقة. وبعدين انا ما اعرفش مين بيقود مين، هل انا اللي بقودهم ولا هم اللي بيقودوني ولا في قوة عليا بتقود؟ قوة عليا طبعا. بالظبط ده اللي اقولك عليه، في قوة عليا وفي نوع من الرضا ان احنا بنقدم فعلا حاجة مؤمنين بيها، ليس لها علاقة ب مثلا حاجة تجارية. احنا مش بنعمل مثال، لا احنا فعلا ماشيين وعشان كده احنا نجحنا وناجحين قافلة السلام الجزء الاولاني. احنا بنستعد لنجاح القافله دي 2014 اعتقد، دلوقتي 2022 بنستعد لقافله السلام مره اخرى في المانيا والمجر وبولندا وفرنسا وسويسرا. ده ان شاء الله هيبقى في الصيف. امتى في الصيف؟ ممكن يكون 6 7 لسه
لان دي طبعا يعني مستنيين بقى الوضع في اوروبا بشكل عام. عايزين نعرف الاوضاع بتاعت الكورونا هتعمل ايه. لا انا اعتقد الكورونا هتقف واحنا اتفقنا على كده عملنا ديل خلاص كفايه كورونا بقى. اه بص احنا مش هنخاف من الحكايه دي الحقيقه. هم هيفتحوا في شهر ان شاء الله 6 والموضوع ان شاء الله يعني هم لحد دلوقتي احنا بنستعد بالفعل للاجراءات دي. قافله السلام مهمه قوي ان احنا نؤكد على هذه المفاهيم. طب انا هستاذن هنروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل هنكمل سمع. انا بقى سؤالي لطه هو احنا هنكمل سمع وانا راجع ولا هنختم وده افضل انه الناس تختم على الاصوات الحلوه دي مش على الراجل لابس بلوفر اخضر اللي زي حالاتي ده. ايه رايك يا طه؟ وبعد الفاصل يا طه. انا احب فاصل قوي. طيب هناخد فاصل وهنرجع لحضراتكم مره تانية الساده المشاهدين السيدات المشاهدات تاني. والله العظيم هي دي مصر اللي انا اتولدت فيها يعني وده ما كانش من بعيد قوي. هم 47 سنه صحيح بس ده مش بعيد. انتظرونا. طيب خلوني بس ارجع في السريع والله الدكتور انتصار وهسمعكم مزيكا زي ما انتم عايزين. وزارة الثقافة دورها ايه بقى مع رسالة سلام الدولية ومهرجان سماع وما الى ذلك؟ الحقيقة دور يعني انا بعتز بيه جدا من بدأ من الفنان فاروق حسني. الحقيقة دعم رسالة السلام اول ما بدأناها ودكتور محمد صابر عرب. الحقيقة كان موقف جميل جدا. ايضا استاذ حلمي نمنم وطبعا الدكتوره الزميله الحقيقه الدكتوره ايناس عبد الدايم الحقيقه وهي حتى بتشجع ومن محبي جدا مهرجان سماع ومهرجان الطبول الدولي للفنون التراثيه ودايما الحقيقه انها تتكلم عن المهرجانين دول. وايضا يعني عاوز اقول لك ان احنا كل شهر صندوق التنميه الثقافيه لان انا اساسا في قبه الغوري وكنت وضعت الفلسفه الخاصه بقبه الغوري ولازلت حتى هذه اللحظه في قبه الغوري صندوق التنميه تابع بقى لصندوق التنميه الثقافيه. انا بعمل الحقيقه عده حفلات ولكن شهريا الثابت اللي هو رساله سلام في جمهور كتير جدا بيجي يحب يحضر. طبعا احنا معانا على فكرة 60 فرد في رسالة السلام منهم كمان مجموعة اندونيسيا وبنقول بعدة لغات. بشكر كمان يعني الحقيقة العلاقات الثقافية الخارجية وخاصة يعني أول ما بدأنا يعني الأستاذ محمد غنيم الله يرحمه وأستاذ حسام نصار ودكتورة كاميليا الحقيقة كان لهم دور بارز جداً وكمان مجلس الأعلى للثقافة وخاصة دكتور يعني جابر عصفور حقيقة وأيضا الدكتورة أمل الصبان كان لها دور مهم وهي اللي جابت رعاية اليونسكو في الدورة الثانية من ملتقى الأديان اللي أنا أسسته. الحقيقة بشكر الجمهور بقى الحبيب. أنا عايز أقول لك إن الجمهور الحقيقة يعني ربنا يبارك فيهم بيشجعنا بيدعمنا في كل الحفلات وبيشارك معانا بالغناء بيشارك معانا بكل أحاسيسه وهو اللي بيعمل الدعاية. أنا بشكره جدا وبشكر وزارة الثقافة وبشكر أيضا وزارة السياحة والأثار. والله ده أنا اللي عايز أشكر حضرتك جدا جدا جدا. بشكركم جدا قوي خالص جدا 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 إلى أبعد الحدود. وأنا بقى هسيبكم مزيكا وهجلس زي ما انا جالس زي ما انا مش هتحرك بس في بقى مقاعد الاستماع مش في مقاعد الحوار. اتفضلوا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور نورتنا. الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك.
سلني فأعطيك الأمم ميراثا وسلطانك إلى أقطار الأرض. Bis David kommt, sind wir.
الله 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 الله